وافق مجلس الوزراء في اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي على استيراد 1,000,000 طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300,000 طن كمرحلة أولى. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، مشيرا إلى زيادة منافذ البيع وتيسير نقل السكر بين المحافظات المختلفة. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول 5,000 رأس أبقار حية إلى ميناء سفاجة على متن مركب من جيبوتي، وذلك لطرحها خلال موسم رمضان بالمجمعات الاستهلاكية وبسعر 250 جنيه للكيلو، مما يساهم في ضبط الأسعار في سوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية وبأسعار مناسبة. أشارت وزارة التموين إلى أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف أن تطرح في الأسواق وفي معارض أهلا رمضان والمنافذ السلعية، بالإضافة إلى التعاقد على 25,000 طن دواجن برازيلي مجمدة، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا. شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 12 معرضا من معارض أهلا رمضان في مدن محافظة كفر الشيخ، وجاري افتتاح 4 معارض أخرى، ويوجد بالمدينة 3 معارض، وقد جرى توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها السكر بسعر 27 جنيه واللحوم المستوردة بسعر 240 جنيه واللحوم البلدي بسعر 340 جنيه. عاملين 10 معارض في 10 مراكز الرئاسية في المحافظة، مغطين المحافظة في كل السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، ومنها السكر والدقيق والرز وكل حاجة متوفرة، والسكر عندنا ب 27 جنيه داخل المبادرة، والحمد لله مفيش عندنا أي مشاكل خالص، وموضوع السكر متوفر في جميع المراكز. احنا هنا عاملين عروض إن هنا السعر أقل من بره بنسبة مثلا 10 أو 15% عن السعر السائد في السوق، يعني أسعار مخفضة جدا عن الايام اللي فاتت، وفي كل ما يلزم البيت في رمضان بالظبط موجود. اول مره اجي المعرض النهارده واشتريت مكرونه واشتريت دقيق ولقيت السكر موجود ب 27، والحمد لله هي الاسعار نزلت كتير عن الاول، والحمد لله كل حاجه موجوده ومتاحه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المستهلكين للخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.86% لتصل إلى 83.59 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بما نسبته 2.46% لتصل إلى 80.07 دولار للبرميل. هذا وقد صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.23% لتصل إلى 2.66 دولار للتر، وتراجع في الأثناء أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.15% لتسجل ما قيمته 1.95 دولار لكل 1,000,000 وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين قبيل شهادة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي يمكن أن تقدم دلائل على خفض محتمل لأسعار الفائدة في يونيو القادم. هذا وقد صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.7%، بينما هبط المؤشر الرئيسي في بورصة أبو ظبي بنسبة 0.1%، وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1%، أما المؤشر في قطر فقد انخفض 0.8%.